مساء الخير. فعلا انا وشيري يعني وحشتونا قوي 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 قوي، فمبسوطين جدا 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 نكون معاكم حاضرين الصبح، لكن لينا الشرف والفرصه نكون معكم. فشيري هي فوق و alright. We're going to read from Psalm 71. هنقرا من مزمور 71. We'll read the entire psalm. هنقرا المزمور كله. One of the great blessings that you have as you work through the psalms. حاجه بركه كبيره اللي احنا نكون بنتامل في المزامير. And I would encourage you to focus on. وانا اشجعكم ان انتوا تركزوا. Is to take these prayers and make them your own. وانتوا تخلوا الصلوات دي اللي في المزامير دي هي صلواتكم الشخصية. Think about you have the resource, you have Sheikh Sharif's book on the Psalms. عارفين في مرجع مهم الشيخ شريف عامله عن المزامير. You have the sermon series that the church is going through on the Psalms. وعندكم كمان مجموعة الوعظات اللي الكنيسة ماشية فيها في البرنامج بتاع المزامير. And these are ways that we can pray God's word, God's will back to him. ودي طريقة نصلي كلمة ربنا، مشيئة ربنا، ونرجعها صلوات ليه. And you've probably heard this before, but Saint Athanasius said every emotion that the human feels can be found in the Psalms. وكل المشاعر البشرية اللي ممكن تعدي بيها في وقت من الأوقات هتلاقيها في المزامير. So use this to pray to your Father in heaven. واستخدم دي كصلوات لأبوك السماوي اللي في السماء. So look with me, and we'll read Psalm 71, all of it, a prayer. To the heavenly father. فهنقرا مزمور 71 هو عبارة عن صلاة للآب أبونا اللي في السماء. بك يا رب احتميت فلا أخزى إلى الدهر، بعدلك نجني وانقذني، أمل إلي أذنك وخلصني، كن لي صخرة ملجأ أدخله دائما، أمرت بخلاصي لأنك صخرتي وحصني. يا إلهي نجني من يد الشرير، من كف فاعل الشر والظالم، لأنك أنت رجائي يا سيدي الرب، متكلي منذ صباي، عليك استندت من البطن، وأنت مخرجي من أحشاء أمي، بك تسبيحي دائما، صرت كآية لكثيرين، أما أنت فملجئي القوي، يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك، لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي، لأن أعدائي تقاولوا علي، والذين يرصدون نفسي تآمروا معا قائلين إن الله قد تركه، الحقوه وامسكوه لأنه لا منقذ له. يا الله لا تبعد عني، لا تبعد عني يا إلهي، إلى معونتي أسرع، ليخزى ويفنى مخاصم نفسي، ليلبس العار والخجل الملتمسون لي شرا، أما أنا فأرجو دائما وأزيد على كل تسبيحك، فمي يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك، لأني لا أعرف لها أعدادا. آتي بجبروت السيد الرب أذكر برك وحدك، اللهم قد علمتني منذ صباي، وإلى الآن أخبر بعجائبك، وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني، حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آت، وبرك إلى العلياء يا الله الذي صنعت العظائم. يا الله من مثلك؟ أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة، تعود فتحيينا، ومن أعماق الأرض تعود فتصعدنا، تزيد عظمتي وترجع فتعزيني، فأنا أيضا أحمدك برباب. حقق يا إلهي، أرنم لك بالعود يا قدوس إسرائيل، تبتهج شفتاي إذ أرنم لك، ونفسي التي افتديتها، ولساني أيضا اليوم كله يلهج ببرك، لأنه قد خزي، لأنه قد خجل الملتمسون لي شرا. آمين. We have a prayer here, as I said, probably of someone who's a little bit older in age. عندنا صلاة زي ما أنا قلت غالباً لواحد كبير في السن عجوز. And he's asking for God's protection to continue in his life. وبيطلب من ربنا حماية ربنا عشان يكمل حياته. And in the psalm, he talks about his past experience. ففي المزمور ده بيتكلم عن خبرته في الماضي.
and he asks for about his future to God. وبيطلب من ربنا حاجة عن مستقبله. So he speaks about his past experience. فبيتكلم عن خبرته في الماضي. And he asks about the future, but with expectation. لكن كمان بيتكلم عن المستقبل بشيء من التوقع. So I want to look us to look at three things tonight. فهنبص على ثلاث حاجات النهاردة. We want to look at the psalmist's experience, what he experienced. فهنتكلم عن أول حاجة عن خبرة المرنم. Secondly, we want to look at talk about his expectations. وثانياً هنتكلم عن توقعاته. And finally, we'll look at the psalmist's foundation. وبعد كده الثالث حاجة هنتكلم عن الأساس اللي بنى عليه المزمور. So when you look at the psalm, in one sense, it's two parts. فلما تبص على المزمور في المجمل تلاقيه متقسم لجزئين. You have the first 11 verses and then you have the last 13 verses. الأول 11 عدد والثاني 13 عدد من المزمور. And the second part kind of repeats the first part. وبشكل ما الجزء الثاني إعادة للجزء الأول أو تكرار للجزء الأول. But it's a little bit different. لكن طبعا في اختلاف. And we'll see why. وهنشوف ليه الاختلاف ده. So first of all, the experience of the psalmist. فأولا خبرة الكاتب المزمور. Right away, we know the psalmist is experiencing trials or attacks in his life. فالكاتب المزمور بيمر بهجوم معين أو تجارب معينة في حياته. But right away, we know from verse 1 that he is doing it in front of the Lord. فعلى طول أول ما تقرأ من العدد الأول تعرف إنه وضع الموضوع ده قدام ربنا. How does he open up the psalm? In you, O Lord, have I taken refuge. فبيبدأ المزمور إزاي؟ بك يا رب احتميت. Okay, before he talks about anything else, he says, "All right, I'm here, Lord, in front of you." فقبل ما يتكلم عن أي مشاكل بيقول له هو يا رب أنا قدامك أنا قدامك بصلي. And his experience وخبرته is one of problems and trials in his life. جاية من التجارب والضيقات اللي عدى فيها في حياته. Okay. He's in front of the Lord and he says, I feel free. I'm going to tell the Lord about my complaints. وهو قدام ربنا شاعر بحرية انه ممكن يشتكي ربنا عن الحاجات اللي محيراه. Look what he shares with what he's going through. بصوا هو بيتكلم في ايه؟ Okay, verse 1. He's something's happening where to cause him to be ashamed. في حاجة حصلت خلته مكسوف فبيقول أخزى. Look in verse 2. It says that he needs to be rescued. فعدد 2 بيقول أنا محتاج حد ينقذني وينجيني. But خلي بالك, not just one time, not just twice, but three times he repeats, save me, rescue me, help me, God. فمش مرة ده ثلاث مرات بيقول له انقذني نجيني يا رب. So we know that somehow this is a difficult situation, a dangerous situation that he is in. فاحنا بنقدر نفهم من كده انه بيعدي في موقف صعب وخطر جدا بيعدي بيه في حياته. So he repeats it three times because somehow this is dangerous for him. فلما بيكرر الموضوع ثلاث مرات شايفين الموضوع خطر بيعدي بخطر حقيقي في حياته. And in verse 3 he's asking to be rescued. في عدد 3 برضه بيقول امرت بخلاصي محتاج حاجه تحميه. Okay, in verse 4 he says, rescue my God. في عدد 4 بيقول نجني. And he needs to be rescued from people who are attacking him. ومحتاج الله ينجيه من أشخاص ناس عايزين بيهاجموه في بشر بيهاجموه. These are violent men. دول ناس قصاة. Okay, and then if you jump up to verse 11. ولو نطيت لعدد 11. Turn 11 say my enemies are they have treated me unjustly. انه اعدائه عملوه بظلم ظلموه. And actually they're making fun of his religion. They're making mocking his religion. وبيتريقوا على العقيده اللي عنده بيتريقوا عليه. This guy's having a hard time. ده كان وقت صعب. And yet in front of the Lord he says I'm pouring out all of my heart to you, God. فقدام ربنا بيقول له رب انا بسكب قدامك كل اللي في قلبي. I'm in a hard situation. انا في موقف صعب. But I'm in front of you. لكن انا قدامك. And what I love is the first thing that the psalmist does when he's in a difficult situation is turn to the Lord. واكتر حاجه بحبها انه لما ده حصل في حياه كاتب المزمور انه راح لربنا على طول. And I think his experiences are our experiences. واللي بيعدي فيه في خبرته احنا كمان بنعدي فيه. Have you ever had a situation
Where you've been felt ashamed in front of other people? هل انت مريت بموقف قبل كده حسيت فيه ان انت مكسوف قدام ناس تانية؟ Have you had a situation where you needed, if God didn't save you, if He didn't help you, if He didn't rescue you, you had no hope? وهل عديت في موقف حسيت انه لو ربنا ما مدش ايده مش هيبقى فيه اي امل؟ Have you ever been treated unjustly at work or school? هل انت اتعاملت بظلم في المدرسة في الشغل؟ Have you had people attack you or attack your religion? هل في ناس هاجموك وهاجموا عقيدتك؟ That's the experience of the psalmist. دي خبرة الكاتب المزمور. And his experience is like our experience. واللي بيعدي بيه ده شبه اللي احنا بنعدي بيه احنا كمان. That's why his response can be a great lesson for how to respond to difficulties. عشان كده رد فعله واستجابته للي حصل ده ده بيعلمنا ازاي احنا كمان تكون رد فعلنا لما بنعدي في نفس المواقف. So first thing he does, verse 1, in you, O Lord, have I taken refuge. فاول حاجه اول حاجه عملها في اول عدد قال له بك يا رب احتميت. So let me ask you a question tonight. انا عايز اسالك سؤال الليله دي. When you're experiencing these situations, what's the first reaction? What's the first thing that you do? وانا عايز اسالك لما بتعدي في موقف شبه كده ايه اول رد فعل بتعمله؟ Do you talk to a friend or to a family? بتتكلم مع حد من صحابك وحد من العيله؟ It's not a bad thing, actually that's a good thing. وده مش حاجه وحشه دي حاجه كويسه. Okay. Or do you withdraw and get quiet and depressed? او اللي انت بتنطوي بقى وتكتئب لوحدك كده؟ Or do you turn to the Lord? او اللي انت بتروح تتوجه لربنا and cry out. وتصرخ له يا رب. In you I take refuge. بك احتميت يا رب. I need you. انا محتاجك. Okay. That's what we can learn from the psalmist experience. ده اللي احنا نتعلمه من اللي بيعدي بيه كاتب المزمور من الخبره اللي بيعدي بيها. His life is full of circumstances that are threatening to him. حياته مليانه بامور بتهدده. But he's living this out in the presence of God. لكن بيحط كل ده في محضر ربنا. Why? ليه? Because of the second thing, the psalmist expectations. ليه لأجل السبب التاني النقطة التانية توقعات كاتب المزمور بقى. As he's praying to God. وهو بيصلي لربنا. He's praying with expectation. بيصلي بشيء من التوقع. Look with me in verse 3. عدد 3 بصوا معايا. What does he expect? إيه اللي بيتوقعه? That God will be his rock of habitation, his rock of refuge. إن الله هيكون لي صخرة ملجأ. He will be his fortress. Sorry. حصنه هيكون حصنه. Okay. And look with me in verse 6. في عدد 6. He says God will be my strong support. إن عليك استنت. Just as he cared for me in the past, so he'll care for me in the future. ولأنه اهتم بيا في الماضي فهو هيهتم بيا في المستقبل كمان. He doesn't just bring his complaints before God and complain and tell God how bad everything is. أحيانا بيبقى لينا شكوى كتير قدام ربنا شايف الوضع صعب ازاي. معلش, there's nothing wrong with that. ده مش حاجة وحشة. The psalmist does it here and many other places. وفي المزمور ده وفي أماكن كتيرة جدا. But he doesn't stop there. لكن الموضوع مش بيقف عند هنا. He prays with expectation. لكنه بيصلي وعنده رجاء ما عنده توقع. He knows that God has good for him. إن الله عنده شيء صالح لي. How can he pray with expectation? إزاي بقى بيصلي بالتوقع ده? Two reasons. لسببين. The first one is he knows God's character. إنه عارف مين هو ربنا. Okay, we'll look at this a little bit later. هنبص على ده بعد شوية. But he knows that God is a good God and a strong God. وهو عارف إن ربنا صالح وربنا قوي كمان. And he knows that, like in verse 3, that he has actually even sent a word, sent a commandment to save him. إن الله بيبعت وعده عشان خاطر يحميه. So he knows God's going to save him. فالله عارف إنه هيحميه. Will he save him right then? We save him at that moment. We don't know. إحنا هل الله في اللحظة دي نجاه؟ إحنا مش عارفين. But he knows God will save him. لكن كان متأكد إنه ربنا هيخلصه بطريقة ما. You all know the story of Shadrach, Meshach, and Abednego, right? And from the book of Daniel. أنتوا عارفين قصة شادراخ وميشاخ وعبدناغو في سفر دانيال. Okay, and they're in the fire, right? كانوا في النار. Or about to. And what do they say to the king? قالوا إيه للملك؟ وهم رايحين يترموا في النار. Our God will deliver us. الله هينجينا. Expectation. توقع. It's going to happen. هيحصل. Maybe it won't happen. Maybe he won't rescue us from the fire, but he will deliver us. ممكن ما يكونش هينجينا من النار نفسها، لكنه أكيد هينجينا بطريقة ما. One way or another, we will be victorious.
والنتيجة النهائية أكيد إن إحنا هننتصر إحنا في النهاية. And that's what the psalmist is praying here. وده اللي بيصليه كاتب المزمور هنا. God, these are all my promises. All my problems. الله. These are God. He's telling God, these are all my problems. يا رب دي المشاكل اللي عندي. But you are my rock and my refuge. لكن أنت صخرتي وحصني. You've already given a command to rescue me and to save me. أنت أعطيت وعد إن أنت هتحميني وتنقذني. Because He knows. The character of God. لأنه عارف شخصية الله مين هو الله. And he trusts in that. وهو واثق في الموضوع ده. That's the first reason he can pray with expectation. ده أول سبب ليه هو بيصلي بالتوقع ده. The second reason. السبب الثاني. Is because of he's an older man and he has seen God provide in the past. لأنه رجل كبير في السن فشاف ربنا بيعينه في الماضي. Look with me and let's read verses 5 and 6. تعالوا نقرأ عدد 5 و6. لأنك أنت رجائي يا سيدي الرب متكلي منذ صبايا، عليك استندت من البطن وأنت مخرجي من أحشاء أمي، بك تسبيحي دائما. Okay. From my youth, you have always taken care of me. فمن شبابي وأنت دايما مهتم بيا. From actually the time of my birth, you've taken care of me. والأكثر من كده إن أنت من وقت ما أنا اتولدت، مش بس من شبابي، من وقت ما أنا اتولدت. I've seen you do it in the past. أنا شايفك بتعمل كده في الماضي. And I know you'll do it now. وأنا متأكد إن أنت هتعمل كده دلوقتي. معلش يا شباب. This is one of the advantages of having gray hair. Sorry. This is one of the advantages. الميزة إن I have gray hair. دي ميزة إن عنده شعر أبيض. is that we've seen God provide in the past. إحنا شفنا الله بيعول في الماضي. And we know He'll provide in the present. وإحنا عارفين إنه هيعمل كده كمان في الحاضر. I know you all each have experiences in your life. أنا متأكد إن أنتوا عندكوا خبرات في حياتكم. Many are small, but you've seen God provide from your youth. ممكن تكون صغيرة بس أنتوا شايفين الله بيعول من وقت شبابكم. So you can share your experience, your hard times. فأنت ممكن تشارك خبرتك دي والأوقات الصعبة اللي عديت بيها في حياتك. With expectation that God will provide. مع توقعات إن ربنا هيحمي ويعول كمان في الوقت الحاضر والمستقبل. So that's the first half of the psalm. ده النص الأولاني من المزمور. The second half, as I said, is pretty much a repeat of the first half. وزي ما أنا قلت إن النص الثاني بشكل ما هو إعادة للأفكار اللي في النص الأول. Look with me in verse 12. تعالوا نبصوا في عدد 12. Okay, let's read verses 12 and 13. نقرأ مع بعض. أنا هقرأ على ما سمعكم 12 و13. يا الله لا تبعد عني يا إلهي إلى معونتي أسرع، ليخزى ويفنى مخاصم نفسي، ليلبس العار والخجل الملتمسون لي شرا. Okay. He starts talking about his problems again. بيبتدي يتكلم عن مشاكله تاني. Maybe everything I said was wrong. Maybe he isn't trusting in the Lord. يمكن يكون اللي انا قلته ده غلط، هو لسه مش واثق في ربنا مثلا. But look with me, one verse only, verse 12, does he repeat his problems. بصوا في عدد 12 بس بيعيد شكواه لله. But after that he turns his focus from his problems to praise of God. لكنه بينتقل تركيزه من على مشاكله إلا اللي إنه يسبح ربنا. Now his circumstances haven't changed. والوضع اللي هو فيه ما تغيرش لسه. Okay, the things he's facing, the people who are against him, that hasn't changed. الأمور اللي هو بيواجهها والأشخاص اللي عايزين يهاجموه لسه الوضع ده ما تغيرش. But now his attitude and his prayer are much different than the first half. وتوجهاته وصلواته اختلفت شوية على اللي فات. It's turned from one of focusing more on the problem to now focusing more on God and His glory. من واحد بيركز على المشاكل لواحد بيركز على مجد الله ويسبحه. Look, he says, listen, I have this problem. بيقول له أنا عندي المشاكل دي. But you know what I'm going to do? لكن أنت عارف أنا هعمل إيه؟ Verse 14. عدد 14. I'm going to hope in you and I'm going to praise you even more. أنا أما أنا فأرجو دائما وأزيد على كل تسبيحك. Okay, I'm going to tell other people what a great God you are, how righteous you are. Verse 15. أنا هقول لناس كتير إزاي أنت إله أمين وإله صالح. Okay. عدد 15. And I'm going to make tell about all the great deeds that you have done. وأنا هقولهم عن أمورك الصالحة اللي أنت عملتها. Verses 14 through 24 just overflow
with praise to God. من عدد 15 لعدد 24 مليانين بتسبيح ربنا. So the experience of the psalmist is not just problems and difficulties. فخبرة المرنم مش بس الصعوبات والضيقات اللي بيمر بيها. Because he has expectations of what God will do, his experience is also one of praise and glory to God. ولأنه عارف متوقع إيه اللي ربنا هيعمله، فكمان قلبه كله مليان بتمجيد الله وتسبيحه. Right in the middle of his challenges and trials. في عز المشاكل والصعوبات والضيقات اللي بيمشي فيها. He knows that God will deliver him. متأكد إن الله ينجيه. That's his expectation. ده اللي متوقعه هو. Why does he have that expectation? ليه عنده التوقع ده؟ Because he knows God. لأنه عارف مين هو ربنا. And what does he know about God? واللي يعرفه عن ربنا. There's one key word in the psalm that the psalmist repeats many times. في كلمة مفتاحية بتتكرر كتير في المزمور ده. He knows the righteousness of God. He knows that God is righteous. هو بيتكلم عن بر الله، أن الله بار. Look with me in verse 2. بص في عدد 2. Okay, in your righteousness deliver me. We have بعدلك البر هو معناه العدل. Okay. Different translation. Yep. Okay. Inshallah. Justice. Okay. Justice. That's fine. Justice or righteousness. Okay. We'll explain what it means. هنتكلم في الموضوع ده البر هو العدل بطريقة. Okay. يعني ما تقلقوش من الترجمة. And he talks about it again in verse 19. وبيعيد كمان في عدد 19 وبرك الى العلياء يا الله. Okay, in verse 15 and verse 16. وعدد 15 فم يحدث بعدلك وعدد 16 اذكر برك وحدك. Okay. This is the key to how the psalmist can be in the middle of trials. ده المفتاح اللي بيعدي اللي يعني اللي بيركز عليه الكاتب المزمور في الضيقات بتاعته دي الكلمة المفتاحية. And yet in the middle of them praise God and give him glory. وفي وسط اللي هو بيعدي فيه بيسبح الله وبيعطيه المجد. Because he knows that God is righteous. لأنه عارف إن ربنا بار أو ربنا عادل. What does that mean? ده معناه إيه بقى؟ To mean that God is righteous means that he is holy or completely perfect. لما نقول إن الله بار معناها انه قدوس وانه كامل. He is good, يعني what do you say, 100% completely good. انه صالح 100%. So that not only is he good, but that means everything he does is good and right and just. معناه انه كل حاجه بتطلع منه هي صلاح وبر وعدل. So the psalmist knows when he's in the middle of troubles. فكاتب المزمور عارف انه هو حتى لو في وسط المصايب. That because God is just and right and good. لأن الله عادل ولأنه بار ولأنه صالح. That what he will do for the psalmist, what he does will be good and right and just. اللي هيعمله للمرنم هيكون عادل وصالح. He knows that he'll have mercy on him. هو متأكد إن الله عنده رحمة لي. He knows that as his son he'll protect him and provide for him. فهو متأكد إنه هيحميه ويعوله. That's why he prays for rescue. He knows, God, I know you'll rescue me. فعشان كده هو بيصلي ربنا بيقول له خلصني لأنه عارف إن الله هيخلصه. Okay. Now before we go on, I want to stop for a moment. وقبل ما نكمل أنا عايز أوقف ثانية. Am I saying that every time you're in a problem, pray to God and he'll solve your problem? خلاص. ده معناه ان كل مره تبقى في مشكله تصلي ربنا هيحل المشكله؟ No. That's at that moment? No. في نفس اللحظه لا. Will he deliver you? هل هينجيك؟ Like he did Shadrach, Meshach and Abednego? زي ما عمل مع شادرخ وميشخ وعبدناغو؟ طبعا. Of course, because he is righteous. لأنه بار ولأنه عادل. But it doesn't mean that he will remove all your problems right at that moment. لكن هل ده معناه إنه هيشيل المشكلة في ساعتها؟ It may be the opposite. يمكن يكون العكس. Look at me with verse 20. بصوا في عدد 20. What does the psalmist say? بيقول إيه المرنم؟ أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة. Who? الذي أريتنا ضيقات كثيرة. Who? مين اللي عمل كده؟
God did it. الله God هو اللي عمل كده. God made him see and experience those difficulties. الله هو اللي خلاه يشوف المشاكل دي. And even in doing that, it was good and righteous and just. وحتى لو هو عمل كده فهو صالح وبار وعادل. It's not everything he does will be righteous, will be just. كل حاجة الله يعملها هتكون عادل وهتكون صالح. Now maybe not the way I understand it to be good for me. يمكن مش بالطريقة اللي فهمها إن هي صالحة بالنسبة لي. It may not be the way I want it to happen. يمكن مش بالطريقة اللي أنا عايزها تحصل بيه. But I can trust that it's good and righteous and just. لكن أنا متأكد وواثق إن هي هتكون صالحة وبارة. Because I'm his son, I'm his daughter. لأن أنا متأكد إن أنا ابنه وإن أنا بنته. And everything he does for me is good for me, and it's the right thing to do. وأي حاجة هيعملها أنا متأكد إنه هيعمل الشيء الصالح ليا. So the psalmist says, "Listen, I'm not going to continue to pray and ask about my trials." فالمرنم قال أنا هبطل أقعد أتكلم عن المشاكل والضيقات اللي أنا بمر بيها. I did that. أنا عملت كده. And that's good. وده كان كويس. But now I've left it in God's hand. أنا سبتها بقى في إيدين ربنا. I know He'll do what's right. وأنا عارف إنه هيعمل الصح. So now I'm going to begin to praise Him more and more and more. ودلوقتي أنا هسبحه أكتر وأكتر. And I'm going to tell other people what a good and glorious God He is. ودلوقتي أنا عايز أكلم الناس أكتر إزاي هو الله ممجد ويستاهل التسبيح. It doesn't mean my problems have gone away. ده مش معناه ان مشاكلي راحت But it does mean I know God will deliver me and do what's right. لكن انا متاكد ان الله هينجيني وهيعمل الصالح. The righteousness of God. بر الله. It means he does what is right because he is right and true. فانا متاكد ان الله دايما لان الله بار هيعمل دايما الصح والصالح. Now God's not like you and me. You and I are declared righteous, right? فالله مش زينا احنا تبررنا. أعلننا أبرار. In yourself, are you good and perfect and righteous? أنت بقى في نفسك ذات نفسك بار وصالح. No, none of us, but God declares us righteous. لكن الله بررك أعلنك بار حسب أكبر. But God Himself is righteous. لكن الله نفسه بقى بخلاف نحنا الله نفسه بار. That's why it says, look with me in 2 Timothy chapter 2. بص معايا في رسالة تيموثاوس الثانية إصحاح 2. Okay. Because he is good and always and right and just. Verse number. In verses 12 and 13. Okay. Yep. Shall I read? Yes. Right. The unrighteous, verse 12, who deny him. Of course, they will be judged. That's righteous and true. الناس اللي هتنكروا بقضاء الله العادل هيدينهم لأن ده عدل. But those of us who are his daughters and sons. لكن أولاده وبناته بقى. Even if you and I are unfaithful. لو كنا أنا وأنت ولاده كنا غير أمناء. Will God deny us? هل الله هينكرنا؟ No. Why? ليه لا؟ Because of you and me. عشان خاطرك انت وانا عشان because خاطرنا we're good. عشان خاطر احنا حلوين because we deserve it. عشان خاطر احنا نستاهل no because of God himself لكن بسبب الله نفسه he cannot deny who he is ما يقدرش ينكر مين هو مين so ذاته. Because you and I are in Christ لاننا انا وانت في المسيح he will never deny us مش ممكن هينكرنا معلش I'll even say he cannot deny us معلش انا هتجرأ كمان واقول لكم مش هيقدر يعمل كده Because we're in Christ. لأن إحنا في المسيح. And He promised all who are in Christ are mine. وهو قال إن كل اللي في المسيح يسوع ملكي. He cannot and he will not deny himself. هو مش هيقدر ومش هيعمل مش هيقدر ينكر نفسه. We talked about how the Psalms and this Psalm are a great guide for our prayers. احنا اتكلمنا ازاي المزامير والمزمور ده يبقى زي دليل نستفاد منه لصلواتنا. I would encourage you to take this prayer tomorrow if you're experiencing trials or next week or next month. انا عايزك تاخد المزمور ده لو انت بتمر بمشكله شبه كده بكره الصبح الاسبوع اللي جاي الشهر اللي جاي. And use it as a pattern for how you pray to the Lord. واستخدم المزمور ده زي نمط تكرره في صلاتك انت. Okay. Don't
deny or pretend, well, things are fine and الدنيا زي الفل and everything's okay. ما تتظاهرش يعني ما تمثلش إن الدنيا كله تمام ماشي زي الفل. Be like the psalmist. خليك زي كاتب المزمور ده. Pour out your heart. God, this is where I am. This is what I'm going through right now. اسكب قلبك قدام ربنا. قول له هو ده اللي أنا حاسس بيه. هو ده اللي أنا بمر بيه. And cast all of your cares upon Him. وارمي كل اللي أنت حاسس بيه عليك. Let that. Tell him your experience. قول له اللي انت بتختبره بتعدي بيه. But don't stop there. لكن ما توقفش هناك. Let your experience be one of God, but I know you're a righteous God. خلي الموضوع يمتد يقول له تقول له يا رب انا عارف ان انت اله بار. So I'm going to leave it in your hands. وانا هسيب الموضوع ده في ايدك. Okay. I'm going to not focus on my problems. انا مش هركز على مشاكلي. I'm going to turn my focus to you. انا هرجع تركيزي واخليه منسكب عليك انت. And I'm going to begin to praise you. وانا هبتدي اسبحك. And I'm going to begin to tell others what a great God you are. وهبتدي اقول للناس حواليا قد انت اله رائع. And I'm going to share and I'm going to let people know that you're a glorious God. وهخلي الناس تعرف قد انت اله مجيد. Doesn't mean my problems have left me. ده مش معناه ان مشاكلي راحت اتحلت كلها. But I know they're in God's hands. لكن انا عارف ان هم في ايدين الله. And I know God will do what is right. وانا متاكد ان الله هيعمل الصالح. Okay. I want us to turn one final verse. انا عايز اقول كمان ايه. Isaiah chapter 41. شعية. Chapter 41. عدد اصحاح 41. Verses 8 through 10. من عدد 8 لعدد 10 41 8 ل 10. This because God is righteous, this is how he looks upon his children. لان الله صالح هيبص بالطريقه دي على اولاده. اتفضل. واما انت يا اسرائيل عبدي يا يعقوب الذي اخترته نسل ابراهيم خليلي الذي امسكته من اطراف الارض ومن اقطارها دعوته وقلت لك انت عبدي اخترتك ولم ارفضك لا تخف لاني معك لا تتلفت لأني إلهك قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. يا إسرائيل, I chose you. يا إسرائيل أنا اخترتك. I took you from the farthest ends of the world. أنا دعوتك من أطراف الأرض. I chose you not to cast you out to push you away. أنا ما جبتكش عشان خاطر بعد كده أرفضك. But to bring you close. لكن عشان خاطر أقربك. Don't be afraid. ما تخافش. I am with you. أنا معك. I will uphold you by what? My righteous right hand. وأنا هعضدك بيمين بري. That's God's promise to you and to me. ده وعد الله ليا وليك. That he will deliver us. إن الله ينجينا. He will have mercy upon us. الله هيرحمنا. So let's be like the psalmist. خلينا زي كاتب المزمور ده. The first thing when you're going through difficulties or whatever, experience in the presence of God. أول حاجة تعملها أول ما تعدي في موقف صعب أو مشكلة اللي أنت تروح لمحضر ربنا. Okay. And go to him first and go to him continually. وتروح له أول حاجة وتروح له بشكل مستمر. And pray His promises. God, I thank you that your promises are certain and righteous because you are righteous. وتصلي وعود ربنا وتقول له يا رب انا مطمن واثق فيك لانك انت صالح ولانك انت عادل وبار. Trust in his good providence. Trust in his good providence. يعني اوكي خليك واثق في عنايته الصالحه. Okay. Even if it's a difficult circumstance you're in that God has allowed you to see that but for a good purpose. حتى لو انت بتعدي بظروف صعبه قوي الله عمل كده عشان خاطر هدف صالح. And remember that he has delivered you. وافتكر انه نجاك قبل كده. Remember the psalmist was looking back from my childhood from my birth you've taken care. افتكر ان المرنم ده بص لورا وشاف من ساعه شبابه من يوم اللي اتولد فيه. Look back to your birth. انت كمان بص كمان من يوم مولدك. Your spiritual birth. لميلادك الروحي اقصد. Okay. That God gave his son for you. ان الله اعطاك ابنه. In Romans 8:32 if he gave you his son. روميا بيقول اذا ان كان الله اعطانا ابنه. Then how will he not also with him freely give us all things. انا مش فاكر بيت الايه اللي قال. كيف ليحبنا معه. اوكي. Look back to what he did. ارجع بص للي عمله علشانك. And know that he will give you everything you need. وخليك متاكد انه هيديك كل حاجه انت محتاجها. He's the same yesterday, today and forever. هو امس واليوم والى الابد. He promised
هو وعد. He keeps his promises. وهو بيحفظ وعوده. Because he cannot deny himself. لأنه لا يقدر أن ينكر نفسه. Let's pray. خلونا نصلي. أبونا السماوي إحنا بنشكرك بنأدي إليك باسم يسوع المسيح بنشكرك عشان نقدر نقدم ليك حياتنا كلها سواء في الأيام صعبة وتجارب وصعوبات وألم مشاكل نقدر نقدم كل هذا ليك يا رب نشكرك وأنت بتسمع بنشكرك حتى لو الدنيا ماشية وكل تمام دلوقتي نقدر نقدم خبرتنا اختبارنا ليك يا رب أنت فعلا أبونا السماوي أنت بتسمع أنت بتسمع وبنشكرك يا رب أنت مش بس بتسمع لكن أنت تسمع وتجيب وتعامل الخير وتعامل الصح وتعامل العدل لينا إحنا يا رب يا رب ثقتنا فيك يا رب أنت فعلا الصخرة لينا يا رب مهما كان ظروفنا مهما كان حياتنا يا رب الصعوبات اللي احنا بنور بيها يا رب الآن واثقين انك هتكون معنا هتنقذنا هتخلصنا عشان انت اوريدي خلصتنا من خلال ابنك يسوع المسيح نشكرك يا رب نعظمك ونماجد اسمك يا رب